ابويا بعته له اول امبارح. يا اختي يا جازيه، المهم انه جه. اسمعي يا جازيه، انا هخلي لطيف بيه يعزمكم انت والعمده والحاج عزام وتيجوا بكره. الف مبروك يا جازيه. يبارك فيك يا سيدي. بس لسه. لسه ايه؟ ده الحاج عزام بيقول لي ان الحكيم ابويا صدق في اللي جاله، بس الحكيم اللي ودانا اتكلم مع لطيف بيه الحسين وهو قال لي جماعه الست صفيه. قال ايه يا ام عزام؟ قال لها ان حاله قلبي مش هتستحمل الحبل والولاده. حاله قلبي؟ ازاي يعني؟ ما اعرفش، اهو قال كده وخلاص. خلاص ازاي؟ احنا لازم نعرف معناته ايه الكلام ده. وانت الحمد لله عمرك ما تعبتي ولا رجدتي الا لو كانوا حبه هوا ولا دور كحه. يا اخويا اللي يمشي في مشوار الحكمة يروح في شيخ طويل، المهم اني كويسه ما تاخدش في بال. لا يا جازية، اني لازم اخد في بالي لحد ما اطمن عليكي. واني بكره ان شاء الله هزور ابن خالتي بكري في شبرا مصر، وهعرف منه طريق اكبر حكيم علشان افهم منه معناته ايه الكلام ده. يا اخويا فضلك بقى من السيره دي، وخليني اقول لك مبروك على نعمه. الله يبارك فيكي. اهو بقى كل اللي يجيبه ربنا خير لازم نشكره عليه، واللي في بطنك هيخويها ان شاء الله. يا رب يسمع منك يا عمدة. امال الخبر وصلكوا ازاي؟ اخويا العوض جه من بشنين تاني يوم خضرة ما ولدت. العوض هنا؟ امال هو فين؟ بقيت من ليلة امبارح عندنا سايبه في حلوان. بقول لك يا سي فتح الله. خير يا جازية؟ عايز اقول ايه؟ لطيف به الحسيني ابن عم ابويا عزام. ماله؟ عاش من هو والست جماعته نحضر العزومة الكبيرة اللي عاملها في السراية بتاعته بكرة. والعزومة دي مناسبتها ايه؟ بيقولوا حاجة كده تخص كبارات البلد، حفلة عاملها عشان السلطان حسين رجع من بلاد بر. احنا ايه اللي خصنا في العزومة دي يا جازية؟ هو انت مش عمدة بشنين؟ يعني من الحكام؟ انا العمدة، وطول ما اخويا العمدة فتح الله غايب انا جاي مجامه. مفهوم يا شيخ الغفر؟ محدش قال غير كده يا جناب قايم مقام العمدة. برضك طريقتك في الكلام مش عجباني. الله، خبر ايه يا شاهد؟ مالك صبح فارد جلوعك وحاطط شيخ الغفر على دماغك وزاعك ليه؟ معلش يا شيخ حامد، معلش، بس كل حاجة وليها أصول، كده ولا لا؟ طبعا كده. ولما أكون قايم مقام العمدة يبقى مقامي من مقامه ولا لا؟ معلوم. حلو قوي. شيخ الغفر علوان بقى مش عامل اعتبار للكلام ده كله، وبيتصرف معايا كأني زي ما كنت الأول.